كشف القيادي في المقاومة الشبابية الشعبية في الموصل أبو ذنون في لقاء حصري أجراه الزميل حسام الأحبابي، كشف أن القادة الأجانب يخشون السير داخل مدينة الموصل وهم يعرفون بأن الموصليين يكرهون داعش، مشيرا إلى أن هذا الأمر أجج الخلاف بين القادة المحليين والأجانب حتى وصل الأمر لانقلاب أحدهم على داعش وهو من الموصل إلى أن تم القبض عليه وإعدامه. ولكن هاي الجنسيات يعني اللي خارج خصوصا خارج العراق غير العراقية كان يعني سيرهم وعلاقتهم بالمدينة ضعيفة جدا. ما من أهل المدينة فكانوا يعني يخافون يسيرون في الشوارع. هم كانوا يعني معاهم مترجمين، احنا كأفراد في الشارع نسألهم نقول انت منين، يعني من جاي، شنو يعني شو تقول. فكانوا هم يقولون احنا نعرف انتم ما تحبونا، نعرف انتم يعني كمجتمع ما تحبونا. أنا شخصيا يعني كنت واقف بالشارع وسألت واحد منهم، قال احنا نعرف انتم يعني ما تحبونا. طبعا الآن يعني جدا جدا الوضع ضعيف، وهناك هروبات يعني من داخل التنظيم وإعدامات لقادة التنظيم، يعني نفس التنظيم يقوم بإعدام الكثير من الذين يحاولون الهرب إلى خارج يعني الموصل. هناك مشاكل يعني خصوصا يعني قبل أقل من سنة حدث هناك يعني مشكلة كبيرة بينهم بين التنظيم. أحد القادة الكبار حاول الانشقاق عن التنظيم والسيطرة على الموصل، مما أدى يعني إلى معركة فيما بينهم والسيطرة وقتل هذا القائد الكبير.